تم اغتدافي واعتباري جاسوس الولايات المتحدة الأمريكية. عندما أقول قيادة الحملة منهم أن هناك من يقود الحملة وخلفه من ينفذ التعليمات ومعه من يزوده بالمعلومات ومعه كذلك من يموله. فهذه الحملة هذه كتكون واحد القناة في أمريكا لواحد الشخص اللي هو معروف عنده تنسيق مع سبعة القنوات الأخرى اللي كينسق معاهم عادة في العمليات تاع النصب والابتزاز اللي كيديروا. لكن في المغرب كيصيفطوا بعض الأشخاص المتعاونين معاهم في المغرب هما اللي كيتكلفوا بتسلم ديال المبالغ كاش من بينهم واحد السيد اللي كيسكن هنا حدا واحد الكوليج بن حبوس دار البيضاء راه يعرف راسو باش نذكر اللقب ديالو لانه مرتبط بشي حاجه كنحتارموها بشكل كبير ما بغيتش نذكر اللقب ديالو. راه كيدير تجاره البشر وكيديروا عمليه تاع النصب وهادو بالنسبه الينا مجرمون وحنا قاعدين بيهم. اذا الحملات التي يقومون بها هؤلاء هي مجرد حملات مقرضه راه والله ما غيصوروا شي حاجه. انا كنحلم اقسم بالله العلي العظيم ما يصوروا شي حاجه. علاش؟ لان كلامهم مردود عليه وفاقد للادله والبراهين والقرائن والحجج. هو مجرد كلام استفزازي من اجل ابتزاز الناس وتنيهم على المتابعه ديال الفيديو وتتبعه الى ان تصل الحقيقه ديال المقتل. وعقلوا على الكلمه المقتل ديال سيدنا ربي العطار. لماذا؟ هو احنا تعودنا على واحد المساله دائما ملي كتكون يعني تكون امام واحد الوضع خاصه في مجال التواصل ان ربما التدريب التي تلقينا على المستوى العالمي تعطينا يعني الكفاءه باش اننا نقدروا نحلوا مثل هذه الحملات هذه. كنمشيو للحملات المسعوره اسمها حملات مسعوره ضد كل من له علاقه بالملك ديال كولومبيا ليس فقط ابتسام يعني ابتسام عطور ابنه الكولونيل وما خلاش بن الكولونيل ابنه المرحوم نور الدين العطور. ثم انتقلت الحمله للاستاذه المحاميه التي نحترمها وماشي احنا كل المغاربه يحترمون على المواقف ديالها النبيله والدفاع ديالها على حقوق الانسان وعلى يعني المستضعفين. وانتقلت الحمله الى شخصي حتى تم اغتدافي واعتباري جاسوس الولايات المتحده الامريكيه. هذه الحمله هذه السؤال اللي خصنا نطرحه هو ما هي المصلحه ديال هؤلاء في قياده هذه الحمله؟ وانا كنستعمل المصطلحات اللي اعرف ماذا اقول. عندما اقول قياده الحمله منهم ان هناك من يقود الحمله وخلفه من ينفذ التعليمات ومعه من يزوده بالمعلومات ومعه كذلك من يموله. ان عندما نتكلم عن الحمله الا ما عندكش تمويل ما عندك والو، الا ما عندك معلومات ما عندكش والو، ولا ما عندكش يعني الناس اللي كيعاونوك في الحرب ما كاين والو. فهذه الحمله هذه كتقود واحد القناه في امريكا لواحد الشخص اللي هو معروف عنده تنسيق مع سبعه القنوات الاخرى اللي كينسق معاهم عاده في العمليات تاع النصب والابتزاز اللي كيديروا. حيت انا في عمليات تاع البحث لقيت باننا نتكلم عن عصابه اجراميه اللي تتخصص في الابتزاز بحال الشكل ديال العصابه اللي دارت فرحان وديال بعض الصفحات الاخرى اللي امتهنت هذا الابتزاز عبر نشر معطيات غير صحيحه وكيبقاو ياكدوا ويحلفوا الناس بانها صحيحه باش انهم يطيحوا غلطوا الراي العام ويطيحوا في نفس الوقت الضحيه في الشرك ديالهم باش من بعد يبداو يبتزوه ويتسلموا منه اموال. غتقول لي كيفاش كيتسلموا الاموال؟ انا عندما اتكلم وتاكد من كلامي حيت ربما من المعلومات اللي ما عطاوهمش باني خبير في المعلومه في الفورماسيون. فكيفاش كيتسلموا الاموال؟ خاصه الناس المقيمين في المغرب. الناس المقيمين في المغرب كيصيفطوا بعض الاشخاص المتعاونين معاه في المغرب هما اللي كيتكلفوا بتسلم ديال المبالغ كاش من بينهم واحد السيد اللي كيسكن هنا حدا واحد الكوليج بن حبوس دار البيضاء راه يعرف راسو باش نذكر اللقب ديالو لانه مرتبط بشي حاجه كنحترموها بشكل كبير ما بغيتش نجبد اللقب ديالو. وكيتكلم يعني كيدي ليه الفلوس لهذاك السيد اللي كيتكلم. ولكن السؤال واش هاد السيد بوحدو راه قلنا قائد يقود شكون يتبعو شكون يخلصو؟ انا لا اظن ام ابتسام قامت بهذه العمليه. هناك اناس اخرون هما اللي كيقوموا بهذه العمليه هذه.
واجتمعت إليهم مجموعة من المصالح قيادة هذه الحرب ضد الأستاذة المحترمة فيلا بالخيار، وضد ابتسام عطور، وضدنا إحنا، لدرجة أنهم تجرؤوا على نشر واحد الأوديو مفبرك. صور الندالة ديالهم أنهم ينشروا فيديوهات مبركة خارج السياق، حيت من هنا كتجيب لي واحد تسجيل صوتي، كتجيب لي السياق العام ديالو فين جا داك التسجيل الصوتي، ثم ما كان المكان ديال التسجيل ديالو وما سجلاه. هذه الأمور كلها منعدمة عند هاد الناس اللي ما عندهمش ضمير، هاد التجار ديال البشر، هادو راه كيديروا تجارة البشر وكيديروا عملية تاع النصب، وهادو بالنسبة إلينا مجرمون وحنا قادين بهم، ولن نتوقف ولن نتوالى في الدفاع عن ملفات النبيلة واللي كيحاول البعض يخفيه في الحقيقة. وهاد الحملات ديالهم مجرد إلى تفكرتوا، واحد الليلة سمعنا إيران غتضرب إسرائيل، وسمعنا مسيرات، وسمعنا صواريخ، وسمعنا راه سمعنا قال لك ما عادش شحال من مرة خسرات إيران في هذيك الهجمة ديالها، شحال من صاروخ طلعت. وفي الأخير هل كانت هناك نتائج على أرض الواقع؟ ليست هناك نتائج. إذا الحملات التي يقومون بها هؤلاء هي مجرد حملات مغرضة، راه والله ما غيصوروا شي حاجة. أنا كنحلم أقسم بالله العلي العظيم ما يصوروا شي حاجة. علاش؟ لأن كلامهم مردود عليه وفاقد للأدلة والبراهين والقرائن والحجج، هو مجرد كلام استفزازي من أجل ابتزاز الناس وتنيهم على المتابعة ديال الملف وتتبعه إلى أن تصل الحقيقة ديال المقتل. وعقلوا على الكلمة، المقتل ديال سي نور الدين العطار. لماذا المقتل ديال سي نور الدين العطار؟ دابا مؤخرا كنسمع شي هضرة، خرج واحد القناة على اليوتيوب، حيت عندما أتكلم على القنوات اليوتيوب لا أتكلم على المنابر الصحفية، باش نفهموا، منبر صحفي راه منبر، راه ولي عبد الملائمة، وقناة على اليوتيوب راه هي قناة على اليوتيوب، هذا اللي نفهموا. خرج لنا واحد القناة على اليوتيوب وقالوا لنا بأن كاين شي شيفور تاع شي طاكسي، عطانا معطى، عطانا معطى خطير، الكلام ديالنا ما كاين فيهش. قالوا لي بأن كاين شيفور ديال طاكسي اللي كان هو اللي سايق سي العطور الله يرحمه، وفاش صار الحادث وما تعرف قالوها لكن ما نمر قالها، وقالوها لي شكون اللي قالها لي؟ الاسره ديال المرحوم. اذا نحن هل نحن امام حادثه تفير التي عاينتها مصلحه حوادث تفير، ام امام معطى جديد يؤكد بان ذاك المحضر لا يعكس الحقيقه ديال الحادث؟ ملي كتقول لي واحد هرب ما كاين وما كاينش في المحاضر، اذا حنا هذا معطى جديد، هذا المعطى كيفنا كاع المعطيات السابقه، وكيدخلنا وكيزيد يدخلنا دائره الشك بانها جريمه قتل، حيت ملي قالوا لك هذه المعلومه قالوا لك اللي بغاو، اذا بغاو يخفيو شي حاجه اخرى من غير هذه المعلومه. فاحنا دائما نذهب بالنظريه ديال الشك التي يؤدي الى اليقين، نظريه ديكارت اللي كيخدموا بها جميع اجهزه المخابرات العالم. اذا الشك الذي لدينا اليوم تم تاكيده من طرف واحد القناه على اليوتيوب، من طرف واحد الشخص جانت الأم وخالتها وقال لنا هادشي.